معناها المعرض ممتاز، لكن أنا نحب بالمناسبة نحب نثمن المبادرة متاع السيد وزير الثقافة المشرف على أن المدينة الثقافية، مدينة الثقافة يعني كل توانس، كل الإنتاج الثقافي في جميع الجهات يعني موضوع على ذمة التوانسة، ويمثل وحدة التوانسة رغم الاختلاف ورغم طرق العمل ورغم، لكن فما شيء كل هذا أنا تراث تونسي ويجسم الوحدة تاع التوانسة مع بعضنا.